السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباحكم ومساءكم معطر بذكر الله. أهلا وسهلا بكم جميعا، وتحياتي للجميع أفضل وأحسن إخوات في الدنيا. أهلا وسهلا بكم، وأفضل حاجة في الكون هو ذكر الله والصلاة على المحبوب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بكم جميعا. طبعا عملنا فيديو جبار جدا عن حب الرشاد، وعملنا منه جل بطريقة يعني كانت ممتازة جدا جدا، وقلت لكم ان حب الرشاد هو حاجة كده وهم في تطويل الشعر بسرعة وتكثيف الحواجب والرموش، وكنت عملت لكم الفيديو وكان يعني الصراحة روعة جدا. النهاردة او الفيديو دوت احنا هنستخدم حاجة، بس يعني حاجة كده فوق الخيال، يعني طول ما انت قاعدة كده تفضل ترش فيها على شعرك صدقيني يعني في خلال 3 ايام هتلاقي الشعر فرق معاك جدا. الفراغات بقت موجودة، بقى الشعر كثيف، هتلاقي الفراغات ديت بقت يعني امتلأت تماما بالشعر، والشعر ابتدى يطول. حتى لو انت عندك بيبي هير موجود في الشعر هتلاقيه طول، ولو انت عندك الشعر خفيف لا ده هيبقى تقيل وكثيف. ايه الوصفة؟ هقولك. عفوا، هنجيب طبعا الطاسة بتاعتنا، الحلة بتاعتنا ديت، واول حاجة هناخدها هي بذور الشيا، شايفينها؟ اهي. دي عبارة عن معلقة من بذور الشيا. طبعا بذور الشيا غنية عن التعريف، عن كثافة الشعر، عن تقوية الشعر، حتى كمان بتقوي البصيلات بطريقة رهيبة جدا. تاني حاجة هناخدها معانا هو حب الرشاد، شايفين ده معلقة اهو من حب الرشاد، معلقة من حب الرشاد خدناها. الحب الرشاد من حاجات يعني الأعلى من الروزميري، الحاجة الأعلى من الخروع كمان يعني في حد ذاته، لأن حب الرشاد هو مسؤول عن كثافة الشعر وعن يعني إحياء البصيلات الميتة، أكنها زي مثلا كده بيعمل لها عملية إنعاش عشان تفوق. وأنا يعني مصر على كلامي إن حب الرشاد هو مسؤولية كاملة على إحياء البصيلات الميتة اللي خلاص ما تقدرش تقدر تنبت خالص. طبعا مفيدة جدا للصلع الوراثي، ومفيدة جدا لملء الفراغات، وكمان يعتبر مرطب قوي جدا للشعر. تالت حاجة هناخدها معانا الروزماري اهو، كوسيلة مساعدة لحب الرشاد، وبرضو كوسيلة مساعدة لبذور الشيا. بعدها هناخد معانا هنا هوت حوالي 4-5 فصوص من او حبات من القرنفل، وهناخدهم هنا. وهنا هقف يعني ثانية كده او ثانيتين وهقول لك حاجة معلومة ليكي. القرنفل ملهوش علاقة بتطويل الشعر، تمام كده؟ يعني القرنفل في حد ذاته هو ما بيطولش الشعر، حتى لو انت حطيتيه لوحده هو مش هيطول الشعر. امال بيعمل ايه القرنفل؟ القرنفل بيعمل على يعني تحفيز النمو. يعني بيعمل ايه؟ يعني ايه كلمة تحفيز؟ يعني وسيلة مساعدة، تمام كده؟ يعني وسيلة مساعدة. يعني ايه برضو احنا مش فاهمين؟ يعني القرنفل بيخش في الجذور ويبدأ يديها الاكسجين عشان تقدر تتنفس كويس، وعشان تقدر تتهيأ لاستقبال الغذاء. كمان بيلعب على دور تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس. يبقى كده احنا عرفنا خصائص القرنفل، عشان في بعض الناس بيقول القرنفل بيطول. يا جماعة القرنفل مش بيعمل على إطالة الشعر، بيحفز النمو الشعر، تمام كده؟ عشان تبقى بس المعلومة كاملة معاكم. هنعمل ايه؟ هنحط هنا حوالي كوباية من المية، كوباية كبيرة كده هوت، وهنغليها على النار، وهنيجي عشان هقولك ايه اللي احنا لازم نضيفه. كده اصبح معانا بعد ما رفعناه على النار، بص في شكله عامل ازاي، يعني حاجة رهيبة جدا. ريحته كويسة جدا يا جماعة، ريحته قوية جدا. بس احنا بقى هنعمل ايه بقى عشان يملى الفراغات وعشان يخلي الشعر ده حكاية ورواية؟ هقولك هنعمل ايه. بص يا ست الكل، احنا هنف كل اللي علينا ان احنا هنفتح ده كده اهو. طيب احنا هنعمل ايه؟ هنفتح بقى البخاخ بتاعنا، واول حاجة هنحطها اي زيت عندك، اي زيت مهما كان. هاتي مثلا انا جايب هنا اهو زيت فاتيكا اهو، هاخد بصوا منه قد ايه عشان تعرفوا القيمة بتاعة اللي احنا هنعمله النهاردة اهو.
هناخد منه حبة صغيرة جدا اهو، هناخدهم دول. هنكتفي بكده؟ لا يا جماعة احنا مش هنكتفي بكده، هناخد حبة من فيتامين ايه اهي، الف اهو، هنحطها معانا اهو عشان ينزل معانا ويبقى قوي جدا في عملية الايه، الغذاء بتاع الشعر، وعشان يقدر يطول الشعر بسرعة اهو. هنحطه هنا اهو كده اهو اهو، وهنعمل ايه بقى، كل ما نيجي نستخدمه هنرج كده اهو اهو، هنرجه وبعد كده نقدر ايه نستخدم. يلا يا بنتي الورد، يا بنتي الورد، طيب هنبدأ نروجه كده اهو زي ما احنا شايفين، ونبدأ بقى نستخدمه على الفراغات بتاعة الشعر. واستغلوا الصيف يا جماعة اللي احنا فيه دلوقتي، استغلوا الصيف عشان السيرم وكل الحاجات دي ابدأوا اعملوا فيها كده عشان خاطر تقدر يعني تنبت الشعر وتقدر تساعد على